الحقيقة النهاردة عندنا جزء من هذه الحلقة، الجزء الأول من هذه الحلقة هنتكلم فيه عن تصريحات كابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل النهاردة طلع علينا في تصريحات غريبة جدا، والأغرب الحقيقة كانت بالنسبة لي تصريحات اللي قالها كابتن عصام عبد الفتاح من شوية، من حوالي 10 دقايق ربع ساعة. خلينا نتكلم الأول على تصريحات الكابتن محمد عادل، اللي هو لما جه اتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك قال إيه. كابتن محمد قال إن بعد الهدف الثالث أنا حسيت بتوتر لعيبة نادي الزمالك، وبالتالي قلت لزمايلي في الإيربيز أو المساعدين اللي معاه، قلت لهم هو ده وقت إدارة المباراة ووقت الاحتواء اللاعبين. أنا الحقيقة لما قريت الخبر ده الأول الظهر قلت لا، يعني أكيد الموضوع مش بالكلام اللي اتقال ده كله، لكن أنا سمعت بوداني الكلام اللي الكابتن محمد عادل قاله. كابتن محمد عادل الحقيقة إذا كان هناك، الأول عايز أوري حضراتكم جزء من قانون كرة القدم. أنا الحقيقة لما باجي أتكلم دايما بحب أتكلم مع حضراتكم علشان محدش يطلع، لأنه كابتن عصام عبد الفتاح طلع النهاردة أو طلع من شوية واتكلم كلام من وجهة نظري هو كلام غريب، هو كلام غريب مش شايف، يعني برضو هقول لحضراتكم ليه بس لما أجي أتكلم عنها. الحكم والمادة أمام حضراتكم، المادة الخامسة، وهي مادة خاصة بالتحكيم، هي مادة خاصة بالتحكيم. مكتوب فيها إيه؟ سلطة الحكم تجرى المباراة تحت رقابة حكم يمتلك كافة السلطات من أجل السهر على تطبيق قوانين لعبة كرة القدم في المرتبطة بالمباراة. هل حضرتك شايف؟ طبعا في كلام كتير جدا خلال الكلام بتاع المادة الخامسة في مادة التحكيم، كلام كتير جدا تقدر تقراه، ولكن أنا بالنسبة لي هو السطر ده، السطر ده بيقولك إيه؟ إن الحكم هو صاحب السلطة لتطبيق القانون وليس لتطبيق الاحتواء، لتطبيق القانون وليس لتطبيق الاحتواء. ومعنى إدارة المباراة، معنى إدارة المباراة، أنا من الصبح الحقيقة جبت القانون وقعدت أقراه، إن أنا لاقي كلمة احتواء مش لاقيها في قانون كرة القدم بالكامل، ال 17 مادة بقى مش المادة بتاعت التحكيم بس، قريت القانون بالكامل الحقيقة، ألاقي إن أنا ألاقي كلمة احتواء؟ مفيش كلمة، دي كلمة غريبة جدا الحقيقة، وكلمة لا يصح إن هي تخرج من الكابتن محمد عادل. أخطاء في المباراة ماشي هنتكلم عنها ونتكلم في كل الكلام ده كله، ولكن إن حضرتك تطلع تقول احتواء، احتواء لمين؟ طيب هل معنى كده إن لو في مباراة ما بين فريقين تانيين، الفريق من الاتنين مغلوب هيجي يقول لك احتويني بقى يا كابتن زي ما احتويت الزمالك، أو زي ما احتويت الفريق التاني اللي مغلوب ساعتها؟ مش ده ممكن يحصل بالعقل؟ أو واحد يطلع بعد مباراة أي فريقين بيلعبوا والفريق اللي بيلعب التاني يتغلب يطلع يقول لك طب ما تحتويني يا كابتن، بين الشوطين يطلع يقول له كده، يقول له يا كابتن طب ما تحتويني بقى علشان ما تحسبش عليا ركلة جزاء، ما تحسبش عليا طرد، ما تحسبش عليا الكلام ده. يا جماعه ملوش اي علاقه اطلاقا باي حاجه بتحصل في كره القدم او بقانون كره القدم.